في تحدي بيني وبين السيد ناجي القاق، إذا نزل 10 كيلو خلال أسبوعين إله مني 1000 دينار بحريني. إذا انزل 10 كيلو أنا أخذ 1000 دينار. 10 كيلو اليوم كان عيد ميلاد دكتورة أولغا أخصائية التغذية ريما عثمان، فيعني هذا هو العيد ميلاد، بس أنا نسيت أكبس الكبسة الحمراء عشان أسجل. طول الوقت الكاميرا محطوطة نسيت أكبس تصوير. وين؟ يعني نسيت أكبس الكبسة اللي بتصور على الكاميرا. أوه ماي جاد أسرف. إيش؟ هاي شلونك؟ زين؟ زين؟ أكلت كيك؟ كيك أكل خلاص الحمد لله الحمد لله. I have some bad news. I didn't press the record button. Oh my god. مستحيل أنت تنزل وزن. From iPhone to iPhone. From iPhone to iPhone. طب يعني ليش أعطيك iPhone إذا نزل وزنك؟ ما أنا هاي أنت عم تتحديني. ممكن تخسر 20 كيلو عشان الآيفون. والله أنا تحديته بمبلغ أكبر من هيك صح ولا لا؟ أكبر من الآيفون؟ بعدك على قد التحدي؟ طبعاً. تنزل 10 كيلو؟ 10 كيلو. وإمتى بدنا نبلش؟ بس توقعي لي على ورقة. يلا هلا بتوقع. يلا طلعي ورقة. أتعهد أتعهد بإعطاء ناجي القاق 1000 دينار بحريني إذا نزل بالوزن 10 كيلو خلال أسبوعين. من أي تاريخ؟ من بكرة. في تحدي بيني وبين السيد ناجي القاق، إذا نزل 10 كيلو خلال أسبوعين إله مني 1000 دينار بحريني. ما عم بحكي لك وزني 150. لا بدي أشوف، بدهم يشوفوا الوزن عشان نشوف 10 كيلو هتنزلهم بأسبوعين ولا لا. أنا متأكد وزني 150، فبعد أسبوعين إذا وزنتيني وكنت 140. لا زي ما زي ما صورت هذا بدك تصور الميزان. تفضل على الميزان. ما أنا مفروض حتى النظارات. استنى زلمة الميزان بده يتدمر كمان شوي. سبعة ستة عندنا مقابلة هون عند الميزان. 127 لازم يكون الوزن فاصلة 8. 127.8. سلام عليكم ملطوز. وعليكم السلام. شلونك مدير؟ الحمد لله زين. شنو هذا؟ هذا اليوم نازي هابي بيرثدي. فيري نايس اشوف. شوف. زين الحمد لله. قاعد بالبيت زهقان انا وجيرل فريند. هذا أنا نفر إذا انزل 10 كيلو أنا أخذ 1000 دينار. 10 كيلو. هذا أخوي طلال صيام وهذا أخوي يحيى صيام. أهلا.
كله. اوه اوكي صلاة مسخوة. تفضل كل. أنا حاطي السيد ناجي القاق 500 دينار بحريني، إذا نزل خلال أسبوعين 10 كيلو. سمعتوا الموضوع أنتم، 500 دينار كانت 1000، كانت 1000 دينار بس أنا مسامح، فعملنا لها 500 دينار. راح أبلش اليوم، أبلش رياض الليل الليل الناو الحين. خليها لليل كتير شوب. ناجي كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اكتر نوع شوكولاتة بتحبه بتحب اجيب لك اياه؟ انا مش عبالي شوكولاتة. طب صندوق ريد بول. انت ايش رن علي عشان تخربي الرجيم يعني؟ بدي مصلحتك انا. شو بدك مصلحتي؟ بدك مصلحتي تجيبي لي شوكولاتة يعني؟ طيب شو رأيك نلغي الديل بخمسين بي دي؟ ايش هو؟ نلغي الديل هذا الكونتراكت اللي عملناه بخمسين بي دي. 50 دينار؟ ايش هذا؟ ما انت شايفة نفسك؟ ايش اللي بطلع؟ قاعد بحضر فيديو وطلعت لي دعاية، بدكم تحضروا معي ما دخلني. ايش هذا؟ ما انت شايفة نفسك؟ لازم يكون اشي خطير. ايش اللي بقى على قميصك الجديد؟ ليش جيبوا كسخة؟ يلا غيروا هلا. ممنوع نتوسخ. هذا اللي نسمعه واحنا صغار. عشان كده ما نركب دراجة دايما ولا نلعب رمي على كيف. بس ماما ايش فيها لو وسخنا ملابسنا بشوية؟ طين. ولادكم مكلين هوا وحزنانين كله بسببك لانك ما اشتريت اومو. طلع شو صار فيهم. ان شاء الله ممكن لو لعبنا وقت اكثر بدل ما نقعد قدام التلفزيون. ما كان صار بيننا تخان. صرنا تخان لانه امي ما اشترت اومو. لا تعرفي انه نحن عكس الاطفال بالتاريخ؟ معقوله؟ والأسوأ من هذا وما شاكل في الكلام. مش عارف يقرأ الزلمة. أمي جينا معلم شاكل فيه إنه يعاني من الاكتئاب. إنه يعاني من الاكتئاب. أمه موجودة. نكتشف العالم. نطبخ من غير ما نخاف نتوسخ. نلعب كرة من غير ما نخاف نتوسخ. نلعب كرة من غير ما نتخاف نتوسخ. طب و كيف؟ شو الحل؟ بدك تشتري أومو. كم مرة بدي أفهم أهلك بدك تشتري أومو تصير بني آدم. أوه تخيل شركة أومو عم تحضر. ألو أيها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شو أنت بدك تيجي على البحرين؟ لما تضعف يا بقرة. هاي بلشت أضعف عشان المصاري. لا يا رخصت على المصاري. ولك 500 دينار بحريني هدول. ولك حقت معاي بتقولي مشان الله شو اشي بحبه. لا وبترن علي بتحكي لي تاخذ 50 دينار ونلغي. يا مشطوب. راح احرقها. انسى انسى. طلعت اركض الليله. قديش قال خلال قديش بدك تضعف؟ اسبوعين 10 كيلو. من طيب يا ناجي. أنا بعرف. لا في 500 دينار بالموضوع. ملك بالحياة شواربي وشواربك اللي ملهن الشوارب أصلا. لا ولك 500 دينار هدول. ولك العالم خاف عقله أصلا. بتقول لي وين ناجي مختفي على سناب شات؟